السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة المستكملين الشرفة. وبعد، أنا أخذنا في أصول الفقه الكلام على تعديل من شروط صحة الرواة العدالة، وتكلمنا عنها. يبقى لنا قاعدة في هذا الباب، القاعدة الأولى، وهي قاعدة القاعدة الأصولية، الأدلة النووية في القاعدة الأصولية: تشترط المروءة في الراوي العدل. احنا قلنا حتى تتم عدالة الراوي التي هي أصل في قبول روايته، شروط خمسة: إسلام، عقل، بلوغ، الخلو من الفسق. وقلنا الخلو من الفسق لا يساوي الخلو من المعصية، هذا لا تجده في بني البشر. يعني لو قلت باشتراط العدالة الخلو من المعصية، هذا لا يطاق، لا يمكن أن تجده في هذه الدنيا في عالم البشر. لكن الخلو من الفسق، وقلنا الجمهور قالوا الفسق كبيرة، الوقوع في الكبيرة، أو الإصرار على صغيرة، ورفضنا هذا القول في القول بالإصرار على الصغيرة، إذ الصغيرة أبدا صغيرة لا تنقلب إلى كبيرة، ومدار المسألة على الاستخفاف، استخفاف القلب. لكن مهما عصى الله ولو 70 مرة في اليوم، يتوب ويرجع، لا يمكن أن يقع، أن تكون هذه كبيرة. هناك رواية فيها بعض الضعف في السنن، ولكنها نستأنس بها، وهناك أدلة كثيرة تعضدها. أن مسلم قال: ما أصر من استغفر ولو عاد 70 مرة، ما أصر لو استغفر ولو عاد 70 مرة. وفي رواية المسند بسند صحيح أن رجلا قال: يا رب، أذنبت ذنبي فاغفر لي. فقال الله جل في علاه: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، فاشهدوا أني قد غفرت له. وجاء في الثانية وجاء في الثالثة، حتى قال الله جل في علاه: عبدي استغفر، افعل ما شئت واستغفر فسأغفر لك. والشرط الخامس والأخير هو شرط المروءة، الخلو من خوارم المروءة. اتفق العلماء على اشتراط العدالة في الراوي، وجمهورهم أن العدالة ملازمة التقوى باجتناب الكبائر وأكثر الصغائر، وأيضا خوارم المروءة، خوارم المروءة. وترك المروءة العلماء يقولون بأنه يتصف بدناءات الأخلاق، كما سنبين في بعض ما طرحه المصنف. وأيضا المروءة خلق يؤثر في الإنسان، يلزمه بترك كثير من المباحات خشية الوقوع في المكروهات التي تلحق به سوء الظن، وتحمله المروءة تحمله على مكارم الأخلاق كالجود والكرم، يعني البخل مذمة عظيمة جدا، ولو كان في شبه بخل يبقى يدخل في المروءات، ويترك دنيء الأفعال ودنيء الأعمال. المروءة تلزمه، يعني لو كان عالما نبيلا لا تراه يماكس الناس في البيع والشراء. ولذلك قالوا العلماء، قالوا القاضي أو العالم الأولى له ألا يبيع ويشتري، فيجعل المسألة لمن لغيره، يوكل أحدا حتى لا يقع في مثل هذه الدناءات. للمماكسة تعرف أخذ والرد، مع أن المماكسة لسه فيها سمت شيء، لكن الزيادة فيها ممكن أن تنخرم مروءة الرجل فيها. ممكن البائع يتكلم معه بكلمة يسقط عنده بعض الهيبة والوقار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: قال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ هذه فيها دلالة أن فيها خلاف الأول، كان مسلم يبين له ده هذا فيها إنكار، لا أفعل ذلك. وأيضا قال علماؤنا: ومن المروءات ألا يعمل بدناءة الأعمال. إيش دناءة الأعمال؟ أن يكون حجاما، لأن الحجامة فيها دناءة الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. والعلماء قالوا هذه أيضا من إسقاط المروءات. لما؟ لأنه يباشر النجاسات، ومباشرة النجاسات تنخرم بها المروءة. لذلك اللي بيعمل في، آسف أجلكم الله، في البلدية مثلا ويباشر النجسات، هو لم يقع في المعصية، ورجل ممدوح أنه يعف نفسه، لكن هو مش من علو القوم، مش من علية القوم. يعني لا يكون كفأ لامرأة تريد رجلا كفأ لها، تكون امرأة مثلا رفيعة وجميلة حسيبة تريد رجل كفأ لها، الذي يعمل بمثل هذه الأعمال لا يكون كفأ لها. لا تستغربوا، سأقول لكم طبيب لا يكون كفأ لمثل هذه المرأة. من الطبيب؟ سأبينه. يبقى الحجام الذي يباشر النجاسات، أيضا العلماء قالوا هذا العمل يعني عمل غير، يعني ينقص من مروءة المرء. أيضا من ذلك أنه يعمل حلاق، الحلاق أيضا هي من الأعمال. يعني الإخوة طلبة العلم لا تنتقص من قدر الناس في هذا الباب، بس كله بيضحك
ليش؟ لان هم حتى انتشر بين العامه ان ابرد الناس هو ايه؟ الحلاق. برود، يقول لك انت برود عليك، برود برود الحلاقين، صح؟ هذه غريبه، انا ما اعرفش ملازمه البرود للحلاق، انا ما اعرفه. تعرفوا ليش؟ نعم، فين البرود وين؟ باللك مثلا. هذا خطا، يعني هم لا ينتقصون من قدر هذا الباب، لكن هم يقولون لا يكون كفء لامراه حسيبه ايش؟ نسيبه. لكن هذا ان عف نفسه فهذا خير، لكن ان تقول بانها يعني مثلا ان دي رفعه، لا ليست رفعه، ليست رفعه. لذلك العلماء قالوا الحجام، الحلاق، العجيب انهم قالوا الختان، الختان المقطع، مقطع. طبعا كانت هذه مذمه في العرب، في حمزه رضي الله عنه وارضاه لما جاء هذا الكافر، لا اذكر اسمه الان، لا اذكر اسمه الان، في غزوه احد، فقال له، فسب حمزه، حمزه قال تعال يا ابن، يا ابن ام مقطعه الايش؟ البذور. فيقول وحشي، فارتعبت فخفت، فاختبأت لحمزه خلف الصخره، فوجدته ضربه ضربه كان كامس الذهب، امبارح كان كامس الذهب من ضربت، فارتعدت فرائس وحشي، لكنه اصاب غفله من حمزه فرماه غيله، وقتله غيله، ما احد يستطيع يقف امام حمزه، حمزه اسد الله واسد رسوله، فقتله غيله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغرب عني لا اراك يعني ما حييت، فقتله غيله. الغرض المقصود ان هو استشهد انه ذمه وقال له تعالى بايش؟ بخسه، هو يقول له بخسه عمل امك يا ابن ام مقطعه البذور. فلذلك الطبيب الجراح اللي هو بيقطع بيختن الاطفال هذا عمل دنيء، يعني هذا طبيب، هو طبيب 99% سرقه بقى، 99% غش، اجتهاد ايضا دنيء العمل. وطبعا خلينا اتكلم بصراحه، طبيب الذي يختص بامراض النساء هذا طبيب ليس كفءا لامراه رفيعه، دي دناءه عمل، لانه بتتكشف عليه الايش؟ العورات، وتكشف العورات تنخرم به المروءه. رايتم بقى الان طبعا كل الطب هترفع عليه قضيه في هذا الباب، لكن مش دعوه انا، ترفع قضيه على العلماء، انا هذا كلام العلماء. هذه قال تكشف العورات فيها ايضا دناءه عمل، فبتنخرم معها المروءه، تنخرم معها المروءه. وايضا من ذلك مصاحبه الارازل، يعني ما تراه يمشي الا مع ايش؟ مع خفيف العقل، وهي مصيبه. انت لو مشيت مع مجنون يعني هل الناس يقولون عليك عاقل؟ لا يمكن. فلذلك المشي مع السفهاء واختلاط بالسفهاء هذا تنخرم به المروءه، والجلوس مع السفهاء هذا تنخرم به المروءه، لانهم ما عندهمش لا وقار ولا سكينه ولا عندهم ضوابط اصاله. فالجلوس مع الاراذل ايضا تنخرم بها المروءه. وقالوا في ذلك ايضا المشي بغير غطاء راس. طبعا الحمد لله كل طلبه العلم عندنا الان لا مروءه لهم، لكن احنا نقول لهم لا، هي المساله على العرف، لان ابن عمر دخل على نافع رضي الله عنه وارضاه وكان يصلي بغير غطاء راس، فقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال له اتمشي هكذا في الشارع؟ قال لا، يستحي المروءه تنخرم لو مشي بغير غطاء. قال الله احق ان يستحي منه. لكن في زماننا هذا الان المهم انك تبقى ماشي ببنطلون وقميص، جزاك الله خيرا، الناس ماشيين عرايا في الشارع الان، حتى الشباب ماشي بشورت والشورت فيه ما فيه ومضرب التنس وما يعني. ولذلك العلماء يقولون في هذا العصر اذا تزي بزي الافرنج فهذه انخرام للمروءه. فسامحوني بقى، البنطال والقميص سيدخل في هذا الباب، فاياكم واياه. لكن هو ان كان زيا مشتركا فالاخوه تبتعد عنه كثير، يعني الاخوه قدر امكانها تبتعد عنه، الا بقى اذا كان في عمل والعمل لا يكون به الا بذلك. فهم قالوا من تزي بزي الافرنج هذه ايضا تنخرم به المروءه. احنا ما فرق بين الحرمه وبين ايش؟ وبين المروءه، يعني لا يقال هذا حرام. مفهوم الكلام؟ فرق، يعني رفعاء القوم لا يفعلون ذلك. يعني رفعاء القوم ما يلبس البدله والجرافته لا طبعا احنا يعني بعضهم كان بيلبس جرافته يقول لك سفين يعني اتعبونا جدا بالتنطع اللي هم فيه، وقال هيعملوا كتاب اسمه القول البتة في تحريم الجرافات. احنا قلنا احنا لا نحرم، لو كان خاصا بالاعاجم فهو حرام، لكن لا نحرم ان كان زيها مشتركا، لكن تنخرم به المروءه، تنخرم به المروءه. وهذا عجيب لما ياتي عالم ولابس جرافته وطالع بقى في الجرافته بيتكلم في العلم، هذه مصيبه، هذه ما يعني صراحه ما تقبل، هذه ما تقبل. ليس هذا زي العلماء بحال من الاحوال. وخطا ايضا من قال بان الغطره مثلا لباس شهره، يعني ده عكس، مع انه معروف ان هذه من الزي الذي يكون وقارا لطلبه العلم، فان هو يقول لباس شهره هذا خطا، خطا بين، من قال بذلك قد اخطا في هذا. فهم يقولون هذه من باب ايضا
المروءات، وهم يقولون والأمور التي أيضا تنخرم بها المروءة الأكل في الأسواق، إنه ماشي يأكل. والحق هذه أيضا تأتي على العرف. وإلا فعن أنس كان قال كنا نشرب ونحن قائمين، ابن عمر كان يقول كنا نشرب قائمين ونأكل ونحن نمشي، ونأكل ونحن نمشي، فابن عمر أيضا قال بذلك. فهي الحق قال إذا كان المحل الذي أنت فيها لا ينكرون على من أكل في الشارع فهو الأولى تركه، لكن هذا لا تنخرم به المروءة. أما إذا كنت في محل يستغربون جدا أن أنت تأكل في الشارع، يبقى إذن المروءة سقطت. ابن نقطة كان معه تمرة على باب البيت، ما يمشي في الشارع ده على باب البيت، تعرفون على باب البيت، على باب بيته. فالتمرة الرجل يستروح بالتمر، والتمر كان فاكهة في عصرهم، فأخذ التمرة يأكلها. فمر عليه بعض المحدثين قال يا ابن نقطة أتأكل التمرة على باب بيتك؟ لا يأخذ منك الحديث، أين المروءة؟ قال خليك عنا، المروءة ماتت مع الذين ماتوا. ده في الرعيل الأول، ده هؤلاء في القرب أقرب ما يكونون لشمس النبوة. أما الآن نحن الآن هذا الباب غير موجود، باب المروءة لابد بابه يكون مغلوق، يعني مغلق أو مغلق، لأننا يعني ضيعنا المروءات. أنا المتحدث إليكم ضيع المروءات، لكن أنا لابد أن أنا أقول على بعض ما ستره العلماء العرف حاكم فيه، وأيضا الأولى أن نترفع عن مثله. وأيضا من ذلك أن يجلس أمام الناس فيمد رجله أمام الناس، هذه أيضا ليست من المروءة، من الوقار ألا تفعل ذلك، لأنه يعني فيه ما فيه ما ينبئ ببعض الكبر فيه الذي يفعل ذلك، فلا يمد رجله. وطبعا مد الرجل مع طلبة العلم وشيخهم الذي يفعل معهم ذلك انبساطا، هذا لا يخدش المروءة، لكنه أيضا خلاف الأولى. طبعا ورد عن أبي حنيفة، أبو حنيفة أبو المروءات، لما دخل عليه الرجل وكان تكلم في مسألة في صلاة الضحى، وتكلم على مسألة الشمس أنها بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها رمح، فقال الرجل قال يا إمام أرأيت في يوم لم تطلع فيه الشمس؟ ورجل كان يعني شافه هابه من منظره العظيم، فلما سأل السؤال ده الشمس تطلعش يوم، فقال أنا لأبي حنيفة أن يمد إيه رجليه. فهي دلالة أنه لو فعل ذلك مع طلبة العلم الذين معه كأنهم يتدرسون مثلا، وإن كانت خلاف الأول لكنها لا تنخرم بها المروءة. من ذلك أيضا البول في الشوارع، طبعا هذه مسألة أنا ما أدري هذه من الذي يستطيع أن يفعل مثل هذا، يعني أنه أصلا تتكشف عورته وهو في الشارع وفعل ذلك، يموت أفضل له من أن يفعل ذلك. حتى المنظر أصلا المنظر مقزز، يعني هذه مسألة أعظم مما تكون. عامة من يفعل ذلك أيضا فهذه تنخرم مروءته. بعد هذا لابد أن يجلد تعزيرا، ولي الأمر يجلده تعزيرا، لأنه سيؤذي الناس بالمنظر وتتكشف العورة، ويمكن يقع في الحرمة أيضا إذا تكشفت العورات. لأن السلام قال لما مر على قبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية أبو داود قال لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء فليستتر، أو قال يغتسل فليستتر. ومن ذلك أيضا الإفراط في المزح والضحك، الإفراط طبعا دائما العلماء يضبطون هذه المسألة بالإفراط، لا بأنه يضحك مرة أو مرتين، لا سيما أن النبي كان يضحك، النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يبتسم، الحق أنه كان يبتسم. الصحابة كما قال عمر وغيره كانوا يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر فيتحدثون عما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فيقول أحدهم يقول كنت أصنع الصنم من العجوة فأعبده أول النهار فأجوع آخر الليل فأذهب فأكله يأكل إلهه، فكانوا يضحكون وإيش ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في المساجد كانوا يتبادحون بقشر البطيخ، قشر البطيخ يحذفوا بعض فيه، يتبادحون بقشر البطيخ. وكان ابن عباس ابن عمر يقول له تعالى نرى من أطول منا نفسا، يغطس ويغطس ابن عباس ويشوف من الأطول نفس، يعني المباح مباح لكنه لا يستروح به، لكن الذي ينخرم به المروءة لا يفعلونه، لا يقدمون على مثل هذا حفاظا على مروءتهم. لذلك قالوا الإفراط في المسح والإفراط في الضحك، لأن الإنسان كان يبتسم لا تظهر لهواته بأبي هو وأمي، فإذا ابتسم وإذا حتى ضحك مرة مرتين ليس لا شيء فيها، لكن يكون المجالس بأسرها هي مجالس الضحك بأسرها، وإن كانت مجالس علم وهي ما فيها إلا الضحك فهذا لا يصح لأنه تنخرم به المروءة. من ذلك أيضا عدم الحياء، عدم الحياء أيضا عدم الحياء يخدش المروءة، الحياء خير كله، وقد يقع الإنسان في الحرام لو لم يستحي، لكن نحن لأن السلام قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا الذي كان سببا في أمر جلل. إيش هو الأمر الجلل؟ بأن القعنبي التزم بدين الله تعالى بهذا، يعني الإمام القعنبي كان الأول شاربا للخمر، هو مسلم من المسلمين يعصي الله جل في علاه يشرب الخمر، وفي ذات مرة شرب الخمر سكر، وبعدين رأى رجلا تزدحم عليه الناس، الناس يعني ازدحموا على هذا الرجل، فقال من هذا؟ يستغرب ومن الذي يفعل ذلك؟ الأمير هذا؟ فقالوا هذا شعبة، من شعبة؟
قالوا شعب هذا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس تحتفي به لأنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محدث. فقام فقال له أنت من؟ قال أنا شعب. قال وما شعب؟ قال محدث يحدث عن رسول الله. قال إن كنت محدثا فحدثني. قال نحي نفسك عني لا أحدثك، لأنه تضييع العلم أن تؤتيه الغير أهله. فقال حدثني وإلا قتلتك، وأشهر سيفه في وجهه. فنظر شعبة فقال له نعم، قال رسول الله حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه أيضا من عدم المرؤات أن يتجرأ السفلة الصغار على الكبار، هذه من عدم المرؤات، بل قد يقع أيضا في المعاصي. يعني رأينا الآن الصغار سب في أعراض الأخيار، سب في أعراض الأكارم، وإن أخطأوا وإن زلوا، وإحنا ما صدرنا الباب بأن البيع قد يقع النبي في المعصية، وإن زل وإن اجتهد وأخطأ، الصغار يقعون في الكبار، هذه الدلالة على غضب الرحمن أو غضب الجبار، حتى يكون مناسبا الاسم، غضب الجبار يقع علينا ألا نعرف ونهدر فضل الأفاضل، هذه مصيبة. لذلك نحن حقا لن نتقدم ولا نتقدم بحال من الأحوال، فلا بد لكل واحد يعرف مكانة الآخر. فأيضا من انخرام المرؤة ألا تعرف الفضل لأهل الفضل، بل هي يقع بها المرء في المعصية. إذا قلنا بأن كل هذه من أسباب المرؤات وأنها يعني مما يكون إكمالا لعدالة المرء، هذا خاص فيما بينه وبين الناس، يعني في مجالس العلم، في الشوارع، في العمل، إنما في بيته لو مشى على دماغه لا تنخرم مرؤاته، عشان بس ما يعني ما أحد. وحتى لو قلنا إذا يعني الرجل لا يكشف عورته بحال من الأحوال، حتى قالوا نسلم لما قالوا رأيت إن كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن تستحي، لكن لو أمام لو امرأة معه لا، يعني هو قال إلا قال سلم نساؤنا يا رسول الله، أو نأتي نساءنا يعني بعورتنا على التصريح الذكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إلا من إيه؟ إلا من أهلك، إلا من أهلك. يعني هو الآن طبعا هو من خدش المرؤات أنه يجلس أمام أولاده بالشرط، عشان يحسب برضو الأمر الانبساط في البيت، أنه ينبسط في البيت، يمزح معهم، يضحك معهم، يركب فوقه، بل كان يركب فوق النبي سلم أمام الناس ويمشي بهم ويمزح معهم، يلعب معهم الألعاب التي لو رآها أحد ممكن يقول تنخرم المرؤة. فهو بينه وبين أهله في خصوصياته لا تنخرم المرؤة، لا تنخرم المرؤة بحال من الأحوال. لذلك لا يجوز أن أحد يتجسس على أحد في مثل هذا، إذا انفرد بأهله يفعل ما شاء. فهذه المرؤات كما قلنا خاصة بأنه يكون في مجالس العلم، يكون بين في العمل بين الناس، أما في بيته فلا مرؤة. أصالة العلماء يقولون لا حشمة بين الرجل وبين أهله، تظهر بقى العورات ما تظهر العورات. أما قولهم في الشافعية قالوا إذا نظر إلى عورة المرأة يصاب بالعمى، وأنه لا يجوز نظر لعورة المرأة هذا يصيبه بكذا وكذا، هذا خطأ مبين، هذا لا يصح. وحديث لا يرى مني ولا أرى منه لا يصح، بل الأصح أنه كان يرى منها وترى منه. والدلالة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله، وكانت تغتسل إيش؟ بلا ثياب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الأمر، لكن كان يستترهم. فقالت كنت أغتسل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أقول له ابقي لي ابقي لي ابقي، ويقول ابقي لي ابقي لي. وابن حجر يقول وأنا استدل بذلك في الرد على الشافعية أنه يرى منها وترى منه، وحديث لا يرى منها ولا منها هذا حديث لا يصح. فلا يقال بأنه إذا رأى عورة امرأتي أو امرأته ورأت عورته يغتش المروءة، خطأ مبين، هذا خطأ مبين. الخصوصيات بينه وبين زوجه يفعل ما شاء في هذا الباب، لا مروءة هنا في هذا المحل، ولا حشمة بين الرجل وبين زوجه. هذا بالنسبة للكلام على تتمة الشروط التي بها يكون المرء عدلا. القاعدة التي تليها من القواعد الأصولية هو لا قاعدة لا يحتج بالمرسل إلا بشروط، قاعدة لا يحتج بالمرسل إلا بشروط. وهذه وإن كانت أصولية هي حديثية أيضا، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب ثم يفشو الكذب. طبعا هذا الحديث لا يدل على القاعدة، صح ولا لا؟ وإن كان يدل عليها من بعيد، أنا سأقول القاعدة وأقول الحديث وبينوا لي هل يدل على القاعدة أم لا. القاعدة لا يحتج بالمرسل إلا بشروط. وقالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استدلال عليها، استدلال على هذه القاعدة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب.
كيف الاحتجاج بهذا الحديث؟ الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. ما المناسبة؟ هل هذا الحديث حجة للقاعدة أم لا؟ القاعدة مرة أخرى لا يحتج بالمرسل إلا بشروط. يستدلون على هذه القاعدة بقول المسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب. هل هذا الحديث يساعد من استدل به على هذه القاعدة يكون دليلا لها؟ يعني الآن أنا سألتك عن المرسل، أنا فهمت سؤالي، لا تتعجل، أجبني على سؤالي فقط، لا تذهب يمينا ولا يسارا. ها يحتج به كيف مع أن الظاهر أنه لا يحتج به؟ لا ما بقى خلاص انت لا خطأ، هو أول فتحت الباب خطأ كمان. لا ممتاز، لا فض فوق. نعم الاستدلال يكون بهذا. هو يقولون هو لما قال في التقعيد قال إيه؟ المرسل لا يحتج به أكمله إلا بشروط، ومن الشروط أن يكون في قانون الخيرية. يعني هو إذا أراد أن يستدل سيقول: وقد نقبله إن كان بقرائن، ومن القرائن أن يكون من قرون الخيرية، إنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب. يبقى يفشوا الكذب، يبقى لا يمكن بعد ذلك أن يقبل. وطبعا قرني وقرني هذه دلالة فيها على أن المرسل يمكن أن يقبل لأنه من قرون الخيرية كما سنبين. عامة الإرسال في اللغة الإطلاق، أرسل الناقة أطلقها، وفي الاصطلاح الإرسال نأتي بالتعريف الراجح لنوجز الكلام، لأننا لسنا بصدد الكلام اصطلاحا، نتكلم على التأصيل في كلام الفقهاء والأصوليين. الإرسال هو رواية التابعي الكبير، وبعضهم لا يقيد بالكبير، وتقييد الكبير عند إمامنا إمام المذهب عند الشافعي، رواية التابعي الكبير عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ليش التقييد بالتابعي الكبير؟ لأن التابعي الكبير هو الذي قد صاحب كثير من إيش؟ من الصحابة، وعاصر الصحابة، ولقي الصحابة، فيبقى غالب رواياتي عن من؟ عن الصحابة، لأن الأصل في الإرسال إسقاط الصاحب، الأصل في الإرسال إسقاط الصاحب، لأن التابعي الكبير يروي عن النبي الأمين بواسطة برجل، ممكن يكون برجلين، لكن الغالب بيكون برجل وهو الصحابة، ولو برجلين يبقى إما تابعي آخر مع صحابي أو بصحابيين وهذا بعيد، لكن بتابعي وإيه؟ والغالب أنه يروي بعلو، يروي عن الصحابي عن النبي. يبقى إذن هو رواية التابعي الكبير عن النبي الأمين، هذا تقييد إمامنا. والمتأخرون والمحققون قالوا برواية التابعي على الإطلاق، على الإطلاق يبقى الصغير والكبير، برواية التابعي الكبير أو الصغير، برواية التابعي على الإطلاق، برواية التابعي عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هذه رواية هذا المرسل الذي سقط منه الصحابي. الحق بأننا نقول هذا المرسل لو سقط منه صحابي يقينا لا يصح أن نقول ونتعرض لهذه القاعدة ونتكلم في الاحتجاج بالمرسل أو عدم الاحتجاج، لأننا لو تيقننا بأن الذي سقط من سلسلة الإسناد هو الصحابي لابد أن نقول وجوبا قبول هذه الرواية، لأن الصحابة الجهالة بهم لا تضر، فكلهم عدول، عدلهم الله من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقال الله جعل قد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأننا لو تيقنا بأن ساقط في الرواية من جبل السند هو الصحابي لقبلنا وما قلنا بهذه القاعدة، لكن الاحتمالية أن يكون قد رواه عن تبعي آخر قلنا بأنه لا يقبل إلا بشروط. طيب هذه صورة هذا المرسل الذي قاله العلماء من المحققين والمتقدمين والمتأخرين. صور كما قال ابن صلاح صور قد اعتبرها بعضهم من المرسل وقد اعتبرها بعضهم ليست من المرسل. من هذه الصور مثلا أن يرويه التابعي الصغير، أن يرويه التابعي الصغير عن النبي كالزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الزهري أيضا يروي عن أنس، يعني وراء صغار الصحابة كان يروي الزهري عن أنس لأن الزهري من صغار التابعين. فالعلماء يقولون هذا منقطع، بعض العلماء عدوه من المنقطع لا من المرسل. وأيضا إذا كان الصورة الثانية التي اختلفوا فيها هل هو من الرسالة أم لا مرسل أم لا، بأن يكون الطريق إلى التابعي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم طريق فيه ساقط، يعني في السند ساقط قبل أن يصل
للتابعية الذي فيه الذي رواه عن النبي مباشرة دون أن يذكر الواسطة، فيقولون هذا ليس بمرسل. ليش؟ لأنه في انقطاع أصالة، هذا منقطع. سقوط راوي في طبقات السند هذا انقطاع في السند، فيقول ليس بالمرسل، وإن كان حقا عند الفقهاء والأصوليين يسمون كل ذلك مرسل. الفقهاء والأصوليون عندهم بأن كل سقط إرسال، كل سقط إرسال، يعني لو سقط من أول السند إرسال، من وسط السند إرسال. لكن المتأخرون يقولون بأنه لو من أول السند يكون انقطاع، ولو توالى السقط رجل وبعد ذلك رجل وراء فهذا اسمه إعضال، هذا إعضال. طيب، وإسقاط الصحابي هذا إرسال. طيب، وأيضا اختلفوا في صورة أخرى بأن يقول مثلا التابعي يقول حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فيها. وإن كان أحمد نقل الاتفاق على قبوله، على قبول هذا، وأنه وإن كان مرسلا وإن كان الراوي مبهما فإنه لا يضر، لأن الأصل في الصحابة الإيش؟ العدالة. الأصل في الصحابة العدالة، الأصل في الصحابة العدالة. هذه صور من الصور التي قال فيها علماؤنا أنها من الإرسال. حكم المرسل، طبعا قال القاعدة لا يحتج بالمرسل، هذا ترجيح، فلا يحتج بالمرسل إلا بشروط. هذا كلام فيه نظر، لأن المتقدمين اختلفوا في قبول المرسل. حكم المرسل الحق، سأبين أولا أوضح ما أدين الله به ثم أبين الخلاف. الحق في أن المرسل ضعيف لا يحتج به، وهذا الذي نقله الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، ونقل العلماء واتفق عليه من المتأخرين، قالوا بأن المرسل ضعيف، المرسل ضعيف لإسقاط الراوي، سقط الراوي، والراوي الاحتمال وارد فيه أن يكون صحابيا أو يكون تابعيا، ولوجود الاحتمالية قلنا بضعف الحديث. لو تيقن أنه صحابي نقول بصحة السند، الصحابة كلهم عدود، لا يعني إبهام الصحابة أو جهالة الصحابي لا تدور. يبقى إذن ضعف الإرسال هذا الذي ندين الله به، وهذا إجمالا. ولكن عند التفصيل ترى أن هناك أقوال كثيرة جدا، بلغت عند الإمام الحافظ حجر قريب من 13 قولا، من 13 قولا. واختزال هذه الأقوال بأن نقول مذهب بعض العلماء الرد مطلقا، الرد كل مرسل ضعيف، وهذا يعني نسبوه لجمهور المحدثين، الرد مطلقا، القبول مطلقا، والتفصيل. والتفصيل هذا اللي تحته بقى كثير من الأقوال، اختزلنا أكثر من 10 أقوال في إيش؟ في أقوال 3: الرد مطلقا، وهذا لجمهور المحدثين، القبول مطلقا لكثير من الأصولين وكثير من المحدثين قبلوه، التفصيل نقول الرد مطلقا هذا جمهور المحدثين قالوا، لأن من شروط صحة السند، من شروط صحة الحديث هي صحة السند، وصحة السند لابد لها من شروط 5، هو إيش؟ نقل، العدل، ضابط تمام الضبط، الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، عن مثله إلى منتهى يبقى دون سقط، ولما سقط ما فيش إلى منتهى، هذا اتصال سند، يبقى من شروط صحة السند اتصال السند، والسقط في السند انقطاع، فبالراوي الذي سقط في السند واحتمالية الضعف موجودة فيه نقول هذا ضعف السند، فإذا المرسل لا يقبل مطلقا. الذين قالوا بالقبول مطلقا الأحناف والمالكية، ورواية أيضا عن أحمد، بل هذا جاء عنهم قول يعني أرقى من هذا القول، قالوا بل هو عندنا حجة أكثر من المسند، المرسل عندهم أقوى في الاستدلال من المسند. لما؟ قالوا لأن من أسند فقد أحال، إذا روى لك الحديث بالإسناد فقد أحال أمر الحديث عليك، ابحث عن الرواة وانظر العدالة والضبط ثم أتي بالنتيجة، مفهوم؟ قالوا من أسند فقد أحال، لكن من ضمن لك وأسقط هو حملها عنك، هذه دلالة أنه واثق أن من رواه ثقة، من روى عنه ثقة، فلذلك نقبله. من وين هذا؟ عشان ما تلتفتش، من وين؟ ما فيش، ما عندكش، نشوف بس اللي كان سرحان من وين؟ أنت حريص لكن سرحان أيضا.
من وين أتوا بهذا؟ سامح. لا حريص تعرف، لو فكرت هتعرف. ما إيش طيب فيها؟ أنت عفاجي؟ أنت فاكر نفسك عشان طويل وكل ما تجاوب وتجاوب غلط نغلطك داخل بصدرك هكذا؟ يا حبيبي لا، ها ممتاز، هي هذه. لأن الراوي من قرون الخيرية هو ثقة ثبت دين، فلن يسقط إلا الثقة، لأنه لو أسقط الضعيف يبقى أبهمه عليك، يبقى كأنه دلس على في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول مش أنت تعلم يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، هذا من قرون الخيرية. فعلامة الخيرية أنه لا يسقط لك إلا الثقة، وقد ضمن لك صحة الحديث. فهمتم؟ فلذلك قالوا عندنا إذن المرسل أقوى في الاستدلال من إيش؟ من المسند، كما سنبين بأمثلة على الاحتجاج بالمرسل في هذا الباب. وهذا قول المالكية، وهذا عجيب، وقول من؟ وقول الأحناف، ورواية أيضا عن أحمد. طيب، يبقى قول رد مطلقا، القبول مطلقا، القول الثالث التفصيل. هذا التفصيل بعضهم قالوا إذا كان من التابعي الكبير فإن أرساله يكون مقبولا، وإن لم يكن كبيرا فأرساله غير مقبول. وبعضهم قال إن كان من التابعي كبير ثقة وجاء من وجه آخر فهو مقبول، إلى آخر هذه التفاصيل. ولكن كلهم أجمعوا على كلام الشافعي، لأن الذين قالوا بالحجة بالمرسل نقلوا الإجماع، كما قال ابن عبد البر وغير ابن عبد البر، نقلوا الإجماع على قبول المرسل. قالوا والإجماع كان قائما في قبول المرسل حتى جاء الشافعي فرد، وهذا خطأ، بل الخلاف كان قديما أيضا. يعني هم قالوا أن الشافعي هو الذي رد هذا الإجماع، وهذا ليس بصحيح، ما قام الإجماع قط على قبول المرسل. فالشافعي استجمع شروطا مهمة جدا في قبول المرسل، وهذا أعدل الأقوال، هذه أعدل الأقوال التفصيل الذي بها نقبل المرسل. قال المرسل يقبل بشروط، شروط لابد أن تتوفر في من؟ في المرسل. وفي إيش؟ في المتن المرسل. نقول الشافعي اشترط شروطا في المرسل وفي المرسل، فقالوا الشروط في المرسل أولا أن يأتي من وجه آخر مرسل، لأنه بعض الضعف للاحتمالية، وبعض الضعف الاحتمالية يقوي بعضهم بعض. يأتي مرسل من وجه آخر، ده الشرط الأول في المتن في المرسل. الثاني أن يأتي من وجه آخر مسندا، حتى بعض العلماء شوش على الشافعي قال مسندا، ما الحجة في المسند؟ ما لنا من المرسل؟ هذا ضعف علم، لأن المسند هذا فيه من اللطائف فيه فائدتان. الفائدة الأولى بأنه لما جاء مسندا دلل بوجوده مسندا، بمجيء مسندا على صحة المرسل. فأمين الله، لما جاء مسندا كانت دلالة على أن هذا الإرسال إيش؟ صحيح، وأن المرسل ثقة حافظ، أرسل عن ثقة، مفهوم؟ والأمر الفائدة الثانية أنه نقول بأن المسند هذا لما يكون معه مرسل وحدث الخلاف ظاهره التعارض مع مسند آخر، عندما نقول بفوائد من الفوائد بضوابط الترجيح نرجح ما تعددت طرقه على من فرضت طرق، من فرض طريقه يعني، مفهوم؟ لو جاء هذا من طريق، طيب مسند، وهذا عندي مسند ومرسل، أيهما أقوى؟ المسند مع المرسل يقدم. هذه فائدة أيضا في هذا الباب. لذلك الشافعي قال لو جاء مسندا من طريق آخر، هذا فيه المتن. أو ثالث، الشرط الثالث، إن كان مرسلا ولم يأتي من وجه آخر فإننا نقول إذا جاء قول صاحب أو فتوى صاحب لم يخالفه أحد من الصحابة، وطبعا إجماع سكوتي، لكن هو قال إذا وافق هذا المرسل قول صاحب أو فتوى صاحب قبلنا المرسل، لأن قول الصاحب وزنه ليس بالهين أيضا، ففيها دلالة يعني. لا أنا أقول فيها دلالة على إيش أيمن؟ لما قول الصاحب يوافق المرسل، ممتاز، بأنه دلالة على أن هذا له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصاحب لا يتعلم الصاحب إلا من النبي، غالب علم الصاحب مش اجتهاد، غالب علم الصاحب تلقين من النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه يشير الى احتماليه ضعف الساقط ارتفعت، لانه لما وافق قول الصاحب كانه له اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال او فتوى العلماء، فتوى العلماء هذا من ارقى ما يقال، لان هذا الذي بنى عليه ابن تيميه كل الكتاب الذي جاءه في مساله تعرض العقل والنقل. قال او فتوى العلماء، لان فتوى العلماء قد ترتكز على القياس، والقياس العقل الصريح
العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف قول النبي الإيش الصريح. فلما يأتي العقل يوافق يبقى هذه فيها دلالة على أيضا أن يدل على احتمالية غالبة أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شروط تتوفر في المرسل في المتن. وأما الشروط التي تتوفر في المرسل يقولون شرط مهم جدا وهو إن سمى لا يسمى لنا إلا الثقة. إن سمى لا يسمى لنا الثقة. وهذا يوضح لك خطأ كثير من المحدثين الذي قالوا ومراسيل ابن المسيب عند الشافعي إيش صحيحة، وعند أحمد محمد قال اختبرنا مراسيل ابن المسيب فكانت صحيحة. نقول لا، حتى مراسيل ابن المسيب تخضع للشروط التي اشترطها الشافعي لغيره من المراسيل. لكن عندما سألوا ابن المسيب لما تتبعوا واستقرأوا مراسيل المسيب وجدوه لا يرسل إلا عن إيش عن ثقة، يعني توفر فيه الشرط أنه إذا سمى سمى الثقة. لذلك انت ترى لما تتكلموا على مرسيل الزهري مثلا يقولون مرسيل الزهري كالريح، لأنه لو سمى يسمى عن كل من هب ودب. كذلك الأهمش، كذلك الثوري، حتى مرسيل الثوري. وعلى خلاف من المحدثين في مرسيل من الحسن البصري، وإن كان الأغلب من المحققين يقولون أيضا مرسيل الحسن البصري كالريح، إذا سمى فإنه يأخذ ويرسل عن من كل من هب ودب، مفهوم؟ فهذا القول، وهذا القول الراجح في مسألة الاحتجاج بالمرسل. هذا القول الراجح في مسألة الاحتجاج بالمرسل. والأمثلة على الإرسال كثيرة جدا، منها مثلا حديث عبد الرحمن البيلماني، وهي مسألة قتل قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسلما بمعاهد، كان قد قتل معاهدا، وقال أنا خير من يفي بإيش، يفي بذمتي أو يفي بعهدي أو يفي بوعدي. وهذا الحديث يحتجون به الأحناف على قتل المسلم بالكافر، يعني إن كان كافرا لا حربيا كافرا إيش معاهدا، فيحتجون بقتل المسلم، مع أن الأصل في الصحيحين، يعني إحنا لو قلنا الحديث هذا صحيح وتنزلنا مع القوم أنه صحيح يخالف القول الذي الحديث الذي جاء في الصحيحين عن ابن أبي طالب أنه قال المسلمون لا تتكافأ دماؤهم. صحيح تتكافأ دماؤهم، هذا دلالة الآن، يبقى غير المسلمون لا تتكافأ دماؤهم، لا جاء بها صريحا قال وألا يقتل مسلم بكافر تصريحا في هذا الباب. والرد على الأحناف أن هذا الحديث حديث إيش مرسل، عبد الرحمن البيلماني من التابعين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أين الصحابي؟ ليس بصحابي. وأيضا يحتجون بحديث القهقهة، اللي هو رجل كان يصلي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل أعمى وكان هناك حفرة فوقع فيها فضحك الصحابة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. طب الوضوء الصلاة وعلمنا، طب الوضوء لما هو الضحك يعني ينقض الوضوء؟ وهذا حديث أيضا حديث مرسل، واحتج به احتج به أيضا من احتج به الأحناف. لكن لا تأتي بقى إلى عدول إلى عدالة الناس إلى إتقان العلم عند علمائنا، يعني علماء الشافعية يحتجون بحديث سعيد بن المسيب أن السلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى أن السلام عن بيع اللحم بالحيوان. العلماء يقولون بأن هذا النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مرسلا سعيد بن المسيب لكنه صحيح، لأن كما قلنا بأن مرسيل المسيب صارت صحيحة بأنها توفرت فيها الشروط. هذه بالنسبة للكلام على هذه القاعدة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.